تمام. طيب، فإذا المود يا جماعة يعني هو المزاج. لما بنسألك عن صديقتك المفضلة ممكن تقولي، بنسألك كيف مزاجها، مباشرة راح تجاوبي والله عصبية، أو والله دائما بتضحك أو بتضحكنا، أو مثلا كئيبة. تمام. فإذا المود هو pervasive sustained، المزاج المستمر لفترة طويلة، هذا هو المود للإنسان. أوكي، ممكن يعني الإنسان يكون بفرح، بس إحنا نقول أغلب الوقت most of the day، most of the days، most of the day المقصود فيها الانهار، وهو صاحي وهو معانا كيف بكون مزاجه، وأغلب الأيام كيف بكون مزاجه. تمام. ففي ناس مثلا ممكن نوصف المود في depression، joy، elation. elation اللي هو زي الزهزهة أو النشوة أو اليوفوريا، يعني لسه أعلى من الفرح، يعني زي كأنه الشخص ماخذ مخدرات معينة. أوكي. anger، anxiety. فهي أمثلة على المود اللي بتظهر على الإنسان في أغلب الوقت. الآن affect is described as the emotional reaction associated with an experience. وهي خلينا نقول يعني شبيهة بالمود، لكن ممكن نصنفهم ك subjective and objective data فقط. Mania is an alteration in mood that is expressed by feelings of elation. فإذا هاي أول نقطة يا جماعة، الشخص اللي عنده مانيا، ومانيا بالعربي قلنا الهوس، يكون عنده feelings of elation، يعني زي كأنه مزهزه، مش بس مبسوط، لا يعني بتحكي له أي كلمة بنفجر من الضحك. تمام. أول ما بتشوفه جاي عليك بيبتسم أو حتى بيضحك بدون أي سبب. inflated self esteem، إحنا متعودين على كلمة high self esteem صح، لكن إحنا نقول الآن inflated، هاي كمان أعلى من ال high self esteem. ال high self esteem is good، إنه الشخص يكون واثق بحاله، بيحترم حاله. تمام. هذا الإشي ممتاز، بكون mentally healthy. أما inflated self esteem شو يعني inflated؟ منفوخ، يعني هذا الإنسان مغرور، شايف حاله متكبر، بتكبر على الناس اللي حواليه، على عيلته. إذا دخل عنا على القسم بتكبر على الممرضين، على الستاف، يعني بتيجي بدك تقيسي له الضغط، بقول لك مين أنت تقيسي له الضغط؟ ابعثوا لي رئيس القسم، ابعثوا لي مدير المستشفى، أنا مش عاجبني مثلا نظافة الغرفة. أوكي. فهاي المصطلحات اللي بتدل على inflated self esteem، حتى لما بيمشي أو بتمشي بتلاقيه رافع راسه كثير لفوق، يعني بيحكي مع الناس وبتصرف مع الناس بفوقية. تمام. إذا كانت أعلى من هيك لسه بتكون إيش، خلاص grandiosity، بيكون عنده delusion of grandiosity، جنون العظمة، زي ما تعودنا بقول لك أنا النبي عيسى، أنا النبي محمد كذا. كمان المانيا is characterized by hyperactivity، الشخص اللي عنده مينيا كثير يا جماعة بتحرك وبروح وبيجي، ما بيقدر يقعد نهائيا. تمام. حتى لو قعد بتلاقيه هيك بفرفك بأصابعه، بطقطق بأصابعه، بهز بإجري. كمان agitation، بتحسه confused، مضطرب، يعني جاهز إنه يضرب أو يعتدي على الناس، سهل إنك تنرفزه. and accelerated thinking and speaking، كلامه جدا سريع، بنسميها رح نشوف كمان شوي pressured speech، يعني دماغه مضغوط بكلام، عشان هيك بيطلع كلام كثير. فإذا شو ملاحظين القاسم المشترك؟ هاي كل إشي طالع صح، كل إشي زيادة، حركة كثير، حكي كثير، حتى لما بيبتسم لا بكون elated mood، منتشي. تمام. عكس الدبريشن تماما، هذا هو المانيا. المانيا كان occur as a biological or psychological disorder or as a response to substance use or general medical condition. فإذا في أسباب كثير للمانيا رح نشوفها لقدام. طيب إحنا كنا نقول مانيا، الآن نيجي للبايبولر. البايبولر يا جماعة لما بيجتمع الجزئيتين، بيجتمع الدبريشن مع مانيا، خلاص بنشطب الدياجنوسيس القديم اللي هو ديبريشن، بنشطب الدياجنوسيس القديم اللي هو مانيا، بصير في دياجنوسيس جديد اسمه باي بولر ديس اوردر، لانه اجتمعوا في الاثنين، وبالعربي بيسموه اضطراب ثنائي القطب او ثنائي الوجدان.
is characterized by mood swings. ها لاحظوا مش mood sustain ثابت، لا mood swings بتأرجح from profound depression to extreme euphoria. اوكي، فمره راح يكون عنده depression، مره بيكون عنده euphoria اللي هي المانيا. With intervening periods of normalcy، مرات بكون طبيعي، ممكن بسبب المديكيشن، بسبب السايكوثيرابي. اوكي، delusions or hallucinations may or may not be part of clinical picture. وهاي خلص المفروض صارت واضحة بالنسبة لنا، إنه delusion or hallucination اللي هو بنسميهم كمصطلح أكبر psychosis، قلنا 100% بكونوا مع سكيزوفرينيا، لكن مع الأمراض الثانية ممكن يحدثوا وممكن لا، ممكن يحدثوا مع الدبريشن، ممكن مع المانيا، ممكن مع البايبولر، بس مش شرط. The onset of symptoms may reflect seasonal pattern اللي هو حسب الموسم. فإذا قلنا مثلا في الخريف في الشتاء ممكن يكون عند الإنسان depression، بالصيف بالربيع ممكن يصير عنده المانيا. تمام، فالبايبولر رح يتأرجح عنده المود حسب الموسم. A milder form of mania is called hypomania. الآن إذا ما اكتملت الفل كرايتيريا للمانيا بنسميها hypomania. رح نشوف كمان شوي شو هي الفل كرايتيريا للمانيا. Rapid alternating mood is called mixed episode. الآن كل الحكي اللي قدام شفته مثلا كنا نقول فصل الخريف يعني ثلاث شهور بيظل الإنسان مكتئب، بعدها فصل الربيع بصير مانيا، فإذا فترة طويلة. لكن في بعض الأشخاص يا جماعة بتكون next episode يعني بنفس اليوم. أوكي، بيكون الصبح مثلا عنده depression بالليل عنده مانيا. إذا كانت بسرعة هيك rapid alternating بنسميها mixed episode. نشوف شوية epidemiology بيحكوا لنا إنه البايبولر بنتشر كبير خصوصا مثلا في أمريكا، في عنا 5.7 million Americans complain of bipolar. الجندر ما له علاقة زي ما حكينا في الدبريشن، لا هنا النسبة تقريبا متساوية ما بين الومن and men. الأفريج أونست ببلش على عمر صغير نوعا ما على 20s، more common in single than in married، occur more often in higher socioeconomic status. هاي الـ poverty، الناس اللي عمر presentation، فإذا المانيا مرتبط لا بالناس الأغنية أكثر أو البايبولر. The sixth leading of cause of disability in the middle age group. نشوف الآن الـ criteria for المانيك episode اللي هي جبناها إحنا من الكتاب إذا متذكرين اسمه الـ DSM Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders. شو بقولنا الـ criteria؟ Number one, persistent elevated or irritable mood for one week. ماشي، فاذا لازم يظهر عندي elated mood هذا الشعور بالنشوه والزهزه لمده اسبوع. تمام، three or more of the following symptoms: inflated self esteem، قلنا منفوخ او حتى grandiosity، decreased need for sleep، three hours are enough. مريض المانيا يا جماعة بنام له ساعتين ثلاث وبصحى full of energy. أوكي، more talkative than usual، بحكي كثير، or pressured speech، flight of ideas، كونه عنده حكي كثير فأكيد راح يصير عنده flight of ideas or racing of thoughts، distractibility، بسهولة بيفقد تركيزه، يعني بجوز أنت قاعد بتعمل assessment معه أو بتعمل assessment فجأة هيك سمع صوت بعيد بآخر القسم بتركك وبروح بدي أشوف شو هذا الصوت. تمام، فإذا easily distractible، increase in goal directed activity socially، وين ما بشوف اجتماعات، وين ما بشوف حفلات ناس بعرفها ما بعرفهاش بروح بشترك فيها، وحتى بجوز بخرب عليهم الحفلات هاي أو الاجتماعات. تمام، يعني كثير من المرضى بنكون عاملين زي سيمينار مع الطلاب، بيجي فجأة مريض المانيا بيوقف بنص السيمينار. Excessive involvement in pleasurable activities، وهي شغلة غريبة مميزة عند مرضى المانيا، إنه يا جماعة يعني مريض المانيا عنده هوس مستعد يستلم راتبه اليوم
يطلع على المول يصرفه كله على أشياء تافهة. يعني بيستلم مثلا 600 دينار، بيروح على هالمول بيشتري له ب 300 دينار أحذية، تخيلوا، ب 300 دينار ثانيين ملابس، وخلص خلص الراتب كامل بهذا اليوم. أوكي، أو مثلا بيروح على مدينة ملاهي، أو في الدول الغربية مثلا الجامبلينج، المراهنات، القمار، مستعد يصرف المبلغ كامل خلال يوم، ما عنده مشكلة. سوشيال اند فانكشنال امبيرمنت، اكيد هذا الشخص يعني بحتاج بالنهايه نيد فور هوسبيتاليزيشن تو بريفنت هارم تو سيلف اور اذرز، لانه هذا الشخص قلنا بيتحرك كثير، فهو ريسك فور انجري، كمان ايزلي اجيتيتد، وبالتالي كمان ريسك فور فايلنس توارد اذرز. لان هاي كانت يا جماعه الكرايتيريا للمانيا لحالها. اوكي، الان اذا المانيا اجتمعت مع الدبريشن هون بصير باي بولر، لكن الباي بولر راح نشوف انه له نوعين، في عندي باي بولر 1 وفي باي بولر 2. باي بولر 1 كلاينت از اكسبيرينسينج حاليا مانيا اور هاز اكسبيرينسد مانيا، ممكن قبل سنتين ثلاث. اوكي، ا فول سيندروم اوف مانيك اور ميكس ابيسود. فاذا اول شرط لازم يكون عنده مانيا، خلص شخصنا عنده مانيك إبيسود، ممكن الآن أو ممكن قبل 3-4 سنوات ما في مشكلة. may also have experienced episodes of depression. فإذا في bipolar 1 عشان تميزوا بناتهم إجباري يكون صار عنده مانيا مانيك إبيسود مع الدبريشن. في bipolar 2 ما وصل لمرحلة المانيك إبيسود، يعني ما انطبقت عليه الكرايتيريا، فإذا شو انطبق عليه؟ الهايبومانيا. اوكي، بايبولر 2 characterized by bouts of major depression with episodes of hypomania has never met a criteria for full manic episode. إذا الفرق الرئيسي يا جماعة انه في بايبولر 1 صار عندي مانيا مع depression، في بايبولر 2 هايبومانيا مع depression. اوكي، واضح الفرق؟ في عليهم أي سؤال أو في أي سؤال لحد هون بشكل عام؟ طب دكتور ممكن أسألك، ليش الهايبومانيا مثلاً ما بنعتبره شخص طبيعي؟ لأنه المانيا فعلياً بيكون كل إشي هاي عنده، أما الهايبو بيكون لسه أخف يعني. طيب سؤال يعني حلو. الآن لما نقول يا ربا هالهايبومانيا، شايفة قديش الكرايتيريا؟ يمكن فيها 10 نقاط صح؟ لو راح نقطة واحدة بس من هذول بنسميها هايبومانيا، فهو ستيل الموضوع خطير. يعني ممكن ما انطبقتش، خلينا نقول مثلا اللي هو الليتد مود، لكن عنده سيلف استيم جرانديسيتي، عنده ديكريز نيد فور سليب، يمكن ما انطبقت اللي هي مثلا اللي هي الاكسسيف انفولمنت بليجر، بيشتريش زي ما انا حكيت، بس كل الامور الثانية منطبقة عليه. فهايبومانيا بس خطير لا يعني انه مش خطير. اوكي تمام دكتور، شكرا. طيب الآن زي ما إذا متذكرين لما حكينا عن الدبريشن، قلنا لما يجي عندي مايلد أو مودريت دبريشن سمينا هناك dysthymic disorder، هون نفس الفكرة. الآن إذا أنا عندي شخص عنده هايبومانيا، بس هايبومانيا لكن لفترة طويلة، هذا بنعطيه diagnosis اسمه cyclothymia. شايفين حتى الاسم شبيه في الديستايميا أو الديستايميك ديسوردر اللي هو تابع للديبريشن، هون سايكلوثايميك ديسوردر، هون كاركترايزد باي كرونيك مود ديستربنس ات ليست 2 ييرز ديوريشن. شايفين حتى ديوريشن شبيهه في الديستايميك ديسوردر، نومرس ابيسودز اوف هايپومانيا اند ديبريسد مود اوف انسفيشنت سيفيريتي تو ميت ذا كرايتيريا فور ايذر بايبولر 1 اور بايبولر 2. يعني هذا الشخص عنده هايبومانيا وبالتالي ما انطبقت عليه بايبولر 1 لأنه ما عنده مانيا. طيب ليش ما انطبقت عليه بايبولر 2؟ لأنه ما عنده ميجر ديبريشن، يعني عنده ممكن ديسثايميك ديسوردر اوكي مع الهايبومانيا، عشان هيك ما انطبقت عليه بايبولر 2. فإذا عنده ديسثايميك ديسوردر يعني مال تو مودريت ديبريشن مع هايبومانيا، خلاص بصير الدياجنوز تبعه سايكلوثايميك ديسوردر. The individual is never without hypomania or depressive mood for more than 2 months. شو معنى الكلام؟
معنى الكلام أنا لما بدي أجي أقيمه لمدة شهر مثلا، من الشهر من 30 يوم هو أتليست مثلا 20 ل25 يوم ظاهر عليه الهايبومينيا، ظاهر عليه الديبريسيف مود. ف most of the time. طيب الآن أنواع ثانية ممكن يكون البايبولر هو substance induced، يعني الشخص أدمن على مادة معينة وهي المادة هي اللي دخلته في حالة البايبولر. الآن بالعادة أي مواد مخدرة يا جماعة تصنيفها CNS stimulants، منشطات يعني زي الأنفيتامين، هذا أشهر مثال على المنشطات، هذا رح يؤدي لمينيا. أي sedatives hypnotics منومات أو حتى ممكن حتى anti-anxiety ممكن تسبب CNS depressants أو تصنف كCNS depressants، فممكن تدخل الإنسان في depression. أوكي؟ فإذا بيأخذ المادتين ممكن يصير عنده بالنهاية bipolar. أوكي؟ طيب ممكن bipolar disorder associated with another medical condition، ممكن الشخص عنده general أو physiological condition هو اللي أدى للبايبولر، وبالعادة بيكون physiological condition related للcentral nervous system أو البرين، أو مثلا في حالة المينيا hyperthyroidism، في حالة الدبريشن hypothyroidism. أوكي؟ ممكن شخص مثلا كان عنده hypothyroidism كان depression بعدها أعطيناه جرعات عالية من الثايروكسين صار عنده hyperthyroidism، ممكن يصير عنده إيش؟ bipolar. طيب نشوف هذا السؤال، بقولنا a suicidal client with a history of manic behavior is admitted to the emergency department، هذا اختصار ED. The client's diagnosis is documented as bipolar 1 disorder. شايفين هيك بنكتب المفروض بالميديكال ريكورد، يعني بكتب bipolar 1 disorder بحط نقطتين بحدد الآن شو الإبيسود، حاليا هو صح bipolar لكن حاليا هل بيعاني من مانيا ولا depression. فهون هذا المريض bipolar 1 disorder current episode depressed. What is the rationale for this diagnosis instead of a diagnosis of a major depressive disorder؟ واضح السؤال شو معناه؟ يعني بقولكو طب ليش ما أخذ diagnosis major depressive disorder؟ ليش أخذ bipolar 1 disorder current episode depressed؟ ليش؟ دكتور ممكن انه سي the client doesn't exhibit psychotic symptoms. لا لان كمان مرة هو الان احنا خلص واضح الصورة بالنسبة لنا انه عنده depression بس بالملف مكتوب bipolar 1 disorder. شو معنى الكلام؟ احنا اتفقنا عنده major مانيا. ايوه مانيا اللي دكتور. ايوه بالضبط. اذا هو اوريدي صار عنده مانيا، يعني انطبقت عليه الكرايتيريا المانيا. ايوه فاذا الجواب صحيح ايش؟ بي the client has experienced a manic episode in the past. وقلت لكم شرط متى in the past، يعني ممكن قبل 10 سنوات صار عنده مانيا وبعديها صار عنده depression. خلص بشطب الاثنين بكتب bipolar 1. فكره دكتور مفهومي هلا. فهذا السبب. طيب نشوف شو هم الـ predisposing factors. الـ genetics always play a role. لاحظوا الـ twins إذا كان monozygotic يعني شو بسموه توأم متماثل ممكن الـ risk يوصل من 60-80%، يعني بما معناه high risk. إذا كانوا توأم الثاني يصير عنده كمان bipolar. الـ family كمان الـ risk still عالي 28%، يعني من كل 3 من أفراد العيلة ممكن واحد منهم يصير معه مانيا. الآن بالنسبة للبيوكيميكال influences possible excess of norepinephrine and dopamine. فأنا شو حكيت إذا متذكرين زمان قلت لكم في المانيا everything is high من ناحية sound symptoms ومن ناحية neurotransmitters، صح norepinephrine دوبامين عالي لكن في واحد بيكون نازل، شو هو؟ سيروتونين. ممتاز. مين اللي حكت؟ سجا. ممتاز سجا. بعدك ذكر الفيرست. كويس. A
أتوقع هذا يمكن جبنا لكم إياه حتى سؤال يمكن. طيب على العموم الفيسيولوجيكال انفلونسز، فإذا قلنا ممكن يكون في هنا برين ليجنز، انلارج فنتريكلز، ميديكيشن سايد افكت، أي ميديكيشن ممكن يؤدي ل سي ان اس ستيميليشن ممكن يوصل الشخص لمانيا. طيب الآن في هون نقطة كثير مهمة اللي هي childhood and adolescent. الأطفال يا جماعة بشكل عام يعني إحنا بنعرف إنهم بتحركوا كثير صح؟ بنطوا كثير ما بيناموا، صعب إنك تسيطر عليه مثلاً على إن يقعد على هالطاولة لفترة طويلة، أو حتى في المدرسة بتصير المس بترن على الأهل بتقول لهم والله هذا الطفل مش قادرين نسيطر عليه. طيب شو المقياس اللي بخلينا نقول مثلاً هذا الطفل طبيعي ولا عنده مانيا ولا عنده ADHD؟ وهون المشكلة اللي أنتوا في البرزنتيشن حكيتوا نقطة كثير حلوة، ناسي من اللي حكاها، لكن قلتوا أنه مشكلة مثلاً بعض الأطباء النفسيين أول ما بتروح عنده أول خيار هو السايكوفارماكولوجي، يعني بمشيك على أدوية، والأدوية جماعة يعني بلشتوا تعرفوا بجزء من العملي أو حتى لما حكينا عن الأنتيسايكوتيك إنه إلها سايد إفكت خطيرة. طب هون لما بنتعامل مع أطفال الموضوع خطير كمان، يعني رح نشوف أدوية مثلاً المانيا والADHD. طب الADHD تخيلوا يعني بنعطيهم أمفيتامين، هو نوع من أنواع المنشطات، يعني مادة مخدرة. طب غلط إني أبلش بسرعة يعني أعالج طفل وأعطيه مواد مخدرة حتى لو كانت الدوزز صغيرة. المقياس النهائي إنه ذكروها وهذا ينطبق على كل المينتال ديس أوردرز continuous long assessment، يعني حكينا بدك 3-4 شهور بجوز عشان تتأكد فعلا إيش هو المشكلة، هل في مشكلة ولا هذا الطفل طبيعي. طيب فإذا في كرايتيريا معينة إحنا بنعتمدها، شايفين هاي diagnosis is difficult، فإذا في كرايتيريا معينة بنسميها find اللي هي frequency intensity number and duration، هاي اختصار ل find. اوكي طيب لازم يكون consistency كمان ما بين المدرسة والبيت، يعني في عندك أطفال هم حركين في المدرسة لكن لما بيرنوا على البيت بيقولوا لهم لا يا جماعة الولد عندنا هذه بيعملش إشي، فإذا يمكن بفرغ طاقته في المدرسة أو بخاف من أهله، ما عندوش إذن لا مانيا ولا ADHD. أما والله إذا كان consistent ما بين البيت والمدرسة، المدرسة رنت عليهم الولد حرك، الولد مؤذي، الولد بنط وبيعمل وبيشاغب، وفي البيت نفس الإشي، أوكي ممكن هون يكون عنده مانيا أو ADHD. وبعد ما نطبق اللي هي الفايند، فأول شيء نشوف ليه frequency إنه symptoms occur most days in a week، يعني والله إذا sound symptoms بتظهر مثلاً 5 أيام في الأسبوع، أوكي إذن بنحط check الفريكوانسي انطبقت على هذا الطفل أو الأدوليسنت. بالنسبة للإنتنسيتي، symptoms are severe enough to cause extreme disturbance، يعني خلص وصل لمرحلة المدرسة لما رنوا عليكم اليوم مثلاً وقع ولد وهذا الولد أخذناه على المستشفى، أو هو هذا حاله نط من فوق مكان عالي ومثلاً صار عنده نزيف، أو مثلاً الأكاديميك فانكشنينج علاماته جداً متدنية مقارنة بزملائه بالصف. أوكي طيب النمبر symptoms occur 3 or 4 times a day، في اليوم الواحد لما بنقول مثلاً إنه عنده pressured speech أو اللي هو الهايبر أكتيفيتي الحركة الزيادة عن اللزوم تظهر أتليست 4 مرات في اليوم. فلاحظوا 4 مرات في اليوم، 5 أيام في الأسبوع. أوكي duration symptoms occur 4 or more hours a day، يعني كل مرة من الأربع مرات كل مرة راح تستمر أقل إشي مثلاً 4 ساعات. شو معنى الكلام؟ يعني من 10 إلى 16 ساعة باليوم هيك الطفل بده يكون. فهل فعلا هيك الطفل؟ يعني لاحظوا شوفوا الكرايتيريا ترى صعب تحقيقها، يعني 10 ساعات باليوم الطفل بتحرك كثير، ما بيوكلش، وزنه قاعد بيقل،
علاماته نازلة، بأذي، بنجرح لمدة 5 أيام في الأسبوع، أوكي إذا ممكن يكون عنده ADHD أو مانيا. غير هيك لا، هذا الطفل طبيعي أو ممكن بحتاج لتعديل سلوك بس ما عنده مشكلة بالنهاية. طيب نروح الآن للستيجز أوف مانيا. زي ما حكينا في الدبريشن إنه في عنا مايلد مودريت سيفير، هون نفس المبدأ. الآن عنا الهايبومانيا اللي هي قلنا ما اكتملت الفل كرايتيريا إنه أعطي إيش مانيا، وهون بتكون بالعادي يعني الساوند سيمتومز اللي ظاهرة مايلد مثلا تو مودريت، symptoms not sufficiently severe to cause marked impairment in social or occupational functioning or to require hospitalization. ما في حاجة إنه ندخله على المستشفى. المود ما بيكون elated mood زي ما قلنا إنه منتشي مزهزه لما بتتعامل معه بتحس وكأنه ماخذ مخدرات أو منشطات. لا، هون cheerful mood. شو يعني cheerful mood؟ يعني احتفالي، بتحسه بيبتسم بيضحك دائما مبسوط، اوكي، بس مش مزهزه منتشي، مش انه مجرد ما بتحكي له اي كلمه ببلش ينفجر من الضحك، لا. الكوجنيشن رابيد فلو اوف ايدياز، بحكي بشكل سريع، عنده افكار كثيره بس لسه مش واصل لمرحله مثلا اللوز اسوسيشن او الورد سالاد، اوكي، لكن في افكار كثيره في كلامه. هايتند بيرسبشن بات ايزلي ديستراكتد. بالنسبة للأكتيفيتي أو البيهيفير، increase motor activity، مشيته سريعة لكن بعده ما بيأذي حاله أو ما بيأذي غيره. very sociable and laughing، قلنا بحب الاجتماعات، بحب يشارك بأي مناسبة بيشوفها. excessive buying، هاي اللي قلت لكم عنها، مستعد يصرف كل راتبه على أشياء يعني تافهة وما إلها قيمة. بالنسبة لـ stage 2 acute mania، لا هنا symptoms are severe enough that cause marked impairment in functioning، يعني هذا الشخص خلص بطل يروح على دوامه في الشغل أو بتأخر كثير أو حتى انفصل من شغله، أو academic functioning impairment، علاماته كثير متدنية، بلش يرسب بالمواد، بلش يغيب نهائيا، تمام. requires hospitalization. بنلاحظ بالنسبة للمود هون، لاحظوا elated and euphoria continuous high، شايفين high، قلت لكم زي بالضبط تمام زي كأنه ماخذ مخدرات من نوع المنشطات. الcognition بيكون عنده flight of ideas، accelerated pressured speech، هون بنلاحظ عنده loose association، word salad، circumstantiality، hallucination and delusion ممكن يظهروا بس مش شرط. الاكتيفيتي اند بيهيفير بكون عنده اكسسيف موتور اكتيفيتي، ممكن تؤدي قلنا انه يصير عنده انجري او حتى يضرب حدا ثاني. سوشيال اند سيكشوال انهيبيشن، ليتل نيد فور سليب، قلنا بينام له ساعتين ثلاثه وبصحى ايش فول اوف انرجي. طبعا هاي اللي هي اكيوت مانيا اللي هو قلنا الكرايتيريا اللي بتنطبق على مرضى المانيا. ستيج 3 اسمها delirious mania، هاي the most severe form، زي لما كنا نحكي مثلا عن panic anxiety، هون شبيهة فيها بالنسبة للمانيا، اسمها delirious mania، لكن هاي جماعة اختفت، تقريبا اختفت، مستحيل نشوفها. ليش؟ لأنه هاي delirious mania بتصير إذا المريض ما بيأخذ الميديكيشن أو ما دخلنا على المستشفى. إحنا إذا دخلنا على المستشفى بالنهاية بنقدر نعطي الميديكيشن، لكن لنفرض أنه المريض رفض نهائيا ياخذ ميديكيشن او ما قدرنا ندخله على المستشفى، ممكن يوصل لهي المرحله. هاي المرحله خطيره جدا، ممكن تؤدي للوفاه. لاحظوا شو بصير فيها، لابايل مود، يعني المود بسرعه بيتغير، زي ما حكيت اللي هو الميكست ابيسود، يعني ساعتين بكون ديبرشن، ساعتين مانيا، ممكن يكون معها كمان بانيك انكزايتي. بالنسبه للكوجنيشن كلاودنينج اوف كونشسنس، بالمره مش فاهم عليك شو بتحكي، اوكي، مش قادر يستوعب المعلومات. disorientation، مش عارف وين هو موجود، شو الوقت، مش قادر يعمل good judgment، يعني ممكن ينط من فوق مكان عالي زي الاطفال وهو مش فاهم انه هذا المكان عالي، فممكن يتوفى بسبب هذا الشيء، او ممكن مثلا يحط ايده في طنجره قاعده بتغلي لانه ما عنده judgment، impaired في judgment. اوكي، behavior
فرينزايد سايكوموتور بيهيفير، يعني ممكن هون يكون ظاهر عنده فرينزايد يعني ابنورمال بيزار غريب زي الوكس فليكسيبيليتي اوكي او الكاتاتونيا. فبكون هنا كمان السليب از زيرو، عشان هيك يا جماعه لكل هالاسباب ممكن يكون ديث، ممكن يؤدي للوفاة. بس مثل ما حكيت بسبب الميديكيشن صرنا يعني شبه مستحيل نشوف حدا واصل لهاي المرحله. الان نروح للنيرسينج دياجنوسيس فور مانيا اند بايبولر بشكل عام اوكي. طيب ريسك فور انجري هاي بالعاده بتكون للمانيا او بايبولر، لكن حاليا عنده مانيا تمام. ريليتد تو اكستريم هايبر اكتيفيتي، قلنا بتحرك كثير بنط بانجيج في ريسك بيهافير، انكريز اجيتيشن، lack of control over purposeless and potentially injurious movements. كمان risk for violence directed toward others. Okay. إذا كان mania directed toward others. إذا كان depression self-directed. Okay. فبتختاروا حسب شو هي الإبسود الحالية. Related to manic excitement, delusional thinking, hallucination or impulsivity. Imbalanced nutrition less than body requirement related to refusal or inability to sit still long enough to eat. فهي نقطة مهمة يا جماعة، يعني مرضى المانيا دائما بكون عندهم less than usual weight، يعني body mass index بتوصل ل underweight. ليش؟ المريض مش فاضي انه ياكل، يعني اخر همه الاكل، بتحرك كثير ف يعني صعب، يعني لو جبت له اكل صعب انك تسيطر عليه ويقعد هيك لمده نص ساعه او حتى ربع ساعه انه ياكل اوكي. عشان هيك بنعطيهم imbalanced nutrition less than body requirement. disturbed thought process هاي في حاله ظهر عنده delusions، ظهر عنده impairment في judgment، مشاكل في cognitive functioning. إذا كان عنده hallucination أو illusion نعطيه disturbed sensory perception. impaired social interaction related to egocentric and narcissistic behavior. insomnia لأنه المريض ما بينام نهائيا. وفي واحدة مش مكتوبة هون اللي هي impaired verbal communication. أنا ما بعرف إذا سألتكم هذا السؤال قبل هيك أو وضحت لكم الفرق بيناتهم ولا لا. شو الفرق يا جماعة ما بين impaired social interaction وما بين impaired verbal communication؟ يعني متى بعطي هاي ومتى بعطي هاي؟ شرحت لكم إياها ولا لا؟ دكتور لا ما شرحتها قبل. طيب في حدا بيحب يجرب يوضح لنا شو الفرق بيناتهم؟ دكتور اعتقد انه امبيرد السوشيال انه هو اصلا ما يعني ما عنده كوميونيكيشن مع حدا، اما امبيرد الفيربال يعني هو عنده كوميونيكيشن وبيحكي معك بس انه ممكن يكون في عنده زي اللي هي السالاد وورد او حكي مش مفهوم او حكي ما له علاقه ببعض ممكن. ايوه ممتاز. فاذا يا جماعه لما بنقول امبيرد فيربال كوميونيكيشن عنده verbal communication abnormality زي ما حكت روبا مثلا، عنده word salad, loose association, circumstantiality, tangentiality، كل هالأمور بعطيه impaired verbal communication. في impaired social interaction إما هذا الشخص مثلا عنده social isolation فمش قاعد بيعمل communication مع الناس، بزبط كمان أعطيه impaired social interaction. أو وهي الأزبط والأدق بحالة المانيا يا جماعة إنه زي ما قلت لكم بنكون إحنا عاملين اجتماع، فجأة هذا الشخص بيجي بنط بنص هالاجتماع وبيحكي كلام ما إله دخل، فبيعمل interruption يعني الناس بتبلش تبعد عنه أوكي. بهاي الحالة بنعطيه impaired social interaction أوكي. طيب الآن هاي الليستة الطويلة من الدياجنوسز بدكم تفهموا الشغلة إنه ترتيبهم هيك هو ستاندر، لكن في الكير بلان في الامتحان حسب البيشنت يا جماعة حسب السيناريو بدك تقرأ السؤال كويس وتشوف شو البرايوريتي أوكي.
لان احنا بنقول بشكل عام، بشكل عام لمرضى المانيا البرايورتي هي ريسك فور انجري، ريسك فور فايولنس توارد اذرز. لكن ممكن يجيك سؤال بصيغه انه والله المريض يعني صار له 10 ايام بنامش بالمره، وهون ممكن تصير البرايورتي هي الانسومنيا، صح؟ او سليب باترن ديستربنس مثلا. او ممكن يجيك المريض وقلنا لك انه مريض مانيا، لكن انت في الاسسمنت البدائيه في مرحله الادمشن لما اخذت الوزن والطول وحسبت البادي ماس اندكس، لقيت انه الشخص مثلا البادي ماس اندكس 18 او 17، وبالتالي هذا الشخص خسران له 20% من وزنه. فاذا بتصير ممكن امبالانس نيوتريشن ليس دان بادي ريكويرمنت هي نمبر 1. اوكي، فاذا خليكوا فليكسبل. وهون مشكله الطلاب دائما مع الاسئله، احنا بنعرف انه في صح وفي اصح، مش انه غلط السؤال، لكن انتوا بدكم تعملوا prioritization، ترتبوا بناء على السيناريو اللي انعطى بالسؤال. طيب نروح لهذا السؤال، بقولنا in the initial stages of caring for a client experiencing an acute manic episode, what should the nurse consider to be the priority nursing diagnosis? Okay. إذن الآن كمان مرة نفهم السؤال كويس، بقول لك الآن client experiencing acute manic episode، إذن حاليا هو عنده مانيا، تمام؟ فإذن what is the priority nursing diagnosis؟ كونش معطيني details كثير، تفاصيل distraction، okay. إذن هون بدي يكون risk for injury، تمام؟ يعني هون بطبق البريوريتي اللي هي ABC، Airway Breathing Circulation. ما عندي مشكلة في الأيرواي بريثينج، عندي مشكلة في السيركوليشن، فإذا بتأخذ هي البريوريتي ريسك فور إنجل. بالنسبة للأوتكمز يعني مش راح أوقف عليهم كثير، أتوقع واضحين. كل واحدة إلها واحدة بالنسبة للنيرسينج دياغنوسس. فإذا بالنسبة للريسك فور إنجري، no evidence of physical injury، violence has not harmed self or others. Okay. طيب قبل ما نحكي عن treatment modalities نحكي شوية يعني شوية intervention. طيب الآن قلنا مثلا بالنسبة يعني مرضى المانيا أغلبهم راح يكون عندهم imbalanced nutrition less than body requirement، فبرأيك شو الحل؟ كيف ممكن نساعد مريض المانيا إنه شوية to gain some weight؟ دكتور يعني ممكن من ضمن الأدوية يكون فاتح شهية إله؟ فاتح شهية، شو رأيكم؟ شو رأيكم باللي حكته ربا؟ يعني ممكن برضو يرفض الأدوية، ممكن يرفض الأدوية. لو إنه حكينا له حكي تحفيز للأكل، أعمل مثلا أكل بعمل لك هيك، أكل بعمل لك هيك، مش ممكن تكون أفضل ولا لا؟ طيب السؤال المهم يا محمد، هل هو عنده مشكلة بالشهية؟ دكتور حكينا هو إنه بينسى، ما عنده وقت يأكل أصلاً. يعني إنه مش من أهميته الشهية تكون يعني إنه الأكل، فما يكون عنده مشكلة فيها، مشكلته أيوة. عنده بالمينيا. منتصر كنت بدك تضيف شيء؟ دكتور بالنسبة لو عملنا له موديفاي للتايم اللي بده يأكل فيه مثلاً، انه اول ما يصحى من النوم يكون الاكل محطوط قدامه، عشان ايش؟ انه ما يكون معه مجال انه يعني يبلش يومه ويتحرك لحتى يشتت انتباهه على الاكل، او ممكن انه قبل ما ينام. طيب هاي نقطة كويسة، بس خلينا نرجع لنقطة اللي هي الشهية. مريض المانيا يا جماعة ما عنده مشكلة بالشهية، قلنا هي مسألة اولويات. المريض مش فاضي ياكل، اوكي، حرفيا مش فاضي ياكل، هو بده يتحرك، بده يحكي، فاخر همه الاكل، هو ما عنده ابدا مشكله بالشهيه، فاذا ما في داعي نعطي ميديكيشن فاتح للشهيه. اوكي، هاي اتفقنا عليها. اذا واحده من التكنيكس اللي حكاها منتصر وممكن اعدل عليها شوي، نعرض عليه الاكل، نحط الاكل قدامه على اساس لما بيشوفه لما بيلمحه يقدر ياخذ هذا الاكل او ياكله. طيب
طب طبيعة الأكل يا جماعة مو ممكن تكون هي الحل. إحنا قلنا لو جبت أنا المريض بدي أقعده على الطاولة عشان يأكل، ما هو ما بقعد، يعني قلت لكم 10 دقائق وبقوم يركض بالقسم، صعب صعب. يعني أنتوا للأسف ما دومتوا عملي، بس عشان هيك أنا دائما بقولكم يا جماعة أنتوا خصوصا احذروا أفلام، لأن الأفلام هي فعليا وكأنه أنت قاعد بتشوف مريض بيعاني من ماني. في فيلم اسمه سيلفر لايننج، ما بعرف إذا حدا منكم حذره ولا لا، بس هذا الفيلم بيحكي عن 2 بيعانوا من المانيا. اوكي، فنرجع لموضوعنا. على العموم طبيعه الاكل، هل ممكن الاكل يعني اعمل فيه شيء، اعمل له موديفيكيشن يساعد المريض انه ياكل؟ ممكن يعني اخليه ياكل شيء وهو بيمشي، مش انه يضل قاعد. ممتاز ممتاز. طب يعني شو في اي شيء اكل بتاكل وهو ماشي؟ ممكن الف له ساندويش. ممتاز، ببساطة يا جماعة الساندويش الجانك فود أو الفينجر فود، أوكي، بعطيها الساندويشة وخلوا يتحرك قد ما بده. هذا هو الحل الوحيد لمريض المانيا. مريض المانيا مستحيل يقعد على الطاولة ويأكل الوجبة، ممكن يقعد ويأكل لك لقمتين ثلاث بعدين يسحب حاله ويروح. فإذا الحل الأفضل أنه أنا أعطيها الأكل على شكل ساندويشة ويأخذها معه وبيكملها. تمام؟ طيب بالنسبة للريسك فور انجري دكتور، حسب هل هو وين موجود، بالبيت أو بالمستشفى؟ يعني نبعد عنه الأشياء الحادة، السرير يكون خشب مش حديد، ما نخلي ما يعني تكون أماكن خطرة، ما تكون قريبة عليه، زي مثلا عندهم حيط أو سور عالي بحيث أنه ما يقرب عليه، يتم تأمينه من هاي الطرق. أها بالضبط. فإذا risk for injury و risk for violence toward others يا جماعة يعني تقريبا شبيهات في بعض. بدنا نبعد عن sharp objects، بدنا نحاول to maintain safe environment، مثلا زي ما حكت ربا، إذا في مثلا side rails، إذا في كذا، إذا شفنا إنه الموضوع زاد عن حده ممكن نستخدم seclusion room، لأنه بتعرفوا seclusion room الideal situation الآن بحكي إنها تكون كلها rubber، فبالتالي ما بقدر بإذي حاله بداخل seclusion room. وأهم شيء بنفهمه إنه هاي مش حبس، مش سجن، لأنه هاي هي الفكرة المتعارف عليها للأسف عنا في الأردن يعني. فإحنا دورنا نفهمه إنه هذا مش حبس، مش عقوبة، هو فقط لحمايتك أو لحماية الناس الثانيين. لما بتهدى، لما تبلش تأخذ الميديكيشن أو تستجيب على الميديكيشن، راح نطلعك من هاي الغرفة بأسرع وقت. طيب ممتاز، لأن نروح للتريتمنت موداليتيز فور بايبولر ديسوردر. فإذا لاحظوا يا جماعة يعني فعالية السايكوثيرابي اللي حكينا عنه المرة الماضية محطوطين لسه قبل الميديكيشن والأمور الثانية. فإذن they are very effective. Individual psychotherapy, group psychotherapy, family therapy, cognitive therapy, very effective for bipolar. في بعض الحالات ممكن نستخدم اللي هي ECT أو electroconvulsive therapy، وقلنا أنه هي عبارة عن electrodes بتنحط على الهيد من الجهتين، يعني فوق الإيرز بشوي، لمدة ثواني أو ماكسيمم ممكن دقيقة، بتعطي شحنات كهربائية، ممكن يعني تعمل مود ستابلايزيشن. تمام؟ متى ممكن نلجأ أو نستخدم الـ ECT؟ When the client doesn't tolerate medication. في بعض المرضى ما بتحمل الميديكيشن، بيعملوا severe side effect، فنلجأ للـ ECT. When a client fails to respond to medication. في بعض المرضى بنعطيهم ميديكيشن ما بتحسن عليه. وهون يا جماعة شايفين هاي النقطة مهمة، هاي اللي كنا نحكي فيها أيام الدبريشن. مش كل الدبريشن والله نقصان في السيروتونين والنوربنفرين فأنا مع الميديكيشن بزبط. في ناس لأنه صار عنده مشكلة، في ناس لأنه عاطل عن العمل، في ناس لأنه أفكاره سلبية. تمام؟ فإذا مش كل الناس بتستجيب على الميديكيشن، عشان هيك بنقول السايكوثيرابي جدا مهمة والنون فارماكولوجيكال ابروتشز كلها مهمة. تمام؟ يعني زي لما قلنا مثلا اللايت ثيرابي
لمرضى seasonal affective depression. طيب كمان when client's life is threatened by dangerous behavior or exhaustion ممكن نستخدم له الـ ECT. الآن psychopharmacology for mania ممكن نستخدم الليثيوم كربونات، الانتي كونفالسنتس، الفيراباميل اللي هو واحد من الكالسيوم شانل بلوكر، والانتي سايكوتكس. الآن يا جماعة أول ثلاث هذول بنسميهم مود ستابيلايزرز. مود ستابيلايزر شو يعني؟ يعني إذا كان الآن عنده مانيا بنزله هالمود الإليتد مود اليوفوريا، برجع للوضع الطبيعي. تمام؟ إذا كان شوي عنده ديبريشن ممكن يرفع منه ويحسنه شوي، فعشان هيك اسمهم مود ستابيلايزر. أوكي؟ لاحظوا أنه يعني ليثيوم كربونيت أنتي كونفالسنت. طب أنتي كونفالسنت يعني هل السيجر والإبليبسي شو دخلها بالمود ستابيلايزر؟ اكتشفوا بالصدفة، اكتشفوا بالصدفة أنه هالأنتي كونفالسنت مثلا زي التيغريتول ممكن يعمل مود ستابيلايزيشن. الآن شو الميكانيزم اوف اكشن ما بيعرف لأنه أصلا بالصدفة اكتشفوا، لكن ممكن أنها بتعدل من مستويات للنيورو ترانزميترز. أوكي؟ الأنتي سايكوتكس كمان إلها دورين، دور الأول في أنه بتعمل مود ستابيلايزيشن، والنقطة الثانية قلنا في حال ظهر عليها هلوسينيشن أو ديليوجن كمان هون لازم نعطيه أنتي سايكوتك. طيب إذا كان المريض في حال الديبريسيف إبيسود، لا هون بنعطيه أنتي ديبريسنت، لكن بدنا ننتبه إنه إذا عطينا أنتي ديبريسنت ممكن إنه تعمل تريجر للمانيا. تمام؟ فالمفروض الدوزز تكون يعني مش كثير بحيث تنقله مباشرة من الديبريشن للمانيا. فإذا قلنا الليثيوم كربونات، الأنتي كونفالسنت زي التيغريتول مثلا والفيراباميل، هذول كلهم اسم مود ستابيلايزرز. المود ستابيلايزنج ايجنت الانديكيشن هو prevention and treatment of manic episode. الأمثلة عليهم حكينا الليثيوم كربونات، كلونازيبام، الكاربامازيبين، فالبروك أسيد، هاي كلها أمثلة على الأنتي كونفالسنت. نروح لأشهر واحد فيهم وأهم واحد فيهم اللي هو الليثيوم كربونات. الميكانيزم اوف اكشن 100% مش معروفة، لكن في فرضيات بتقولنا إنه may modulate effect of certain neurotransmitters such as norepinephrine, serotonin, dopamine and glutamate. يعني بيرفع من مستويات السيروتونين وبنزل من مستويات النوربينفرين والدوبامين. تمام؟ The action of anticonvulsant, verapamil and atypical antipsychotic is not fully understood. زي ما حكيت مش مفهومة، لكن لحسن الحظ إنها فعالة. نظل على الليثيوم كربونات. في إله سايد إفكت، وأكثر إشي بنخاف منه يا جماعة من الليثيوم اللي هو التوكسيسيتي. عشان هيك لازم دائما نراقب السايد افكتس. كل ما زادت حدتها وتكرارها ممكن هون لازم يعني نخفف من الجرعة، لأنه إذا استمر على نفس الجرعة ممكن يدخل في حالة توكسيسيتي. طيب شو السايد افكتس؟ دراوزنس، ديزنس، هيديك، ثيرست، فاين هاند تريمرز، هايبوتنشن، أريثميز، بوليوريا، ديهايدريشن، ويت جين. أوكي؟ الآن ليش بصير عنده بوليوريا ديهايدريشن، وهذا هو السبب الرئيسي اللي ممكن يدخله في حالة توكسيسيتي؟ هو عبارة عن ليثيوم كربونات. ليثيوم يا جماعة شحنته موجبة. لازم تفهموا شغلة إنه العناصر في جسمنا بتتنافس مع بعض، يعني الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم والليثيوم مثلا، هاي شحنتها موجبة. فإذا في واحد فيهم زاد مستواه في الدم أو في الجسم بشكل عام، واحد ثاني بسحب حاله بطلع، فهذا الثاني رح يصير فيه نقص. أوكي؟ الآن كونه الليثيوم شحنته موجبة، فهو بتنافس مع العناصر الموجبة زي الصوديوم، وهو على رأسهم وأكبر تركيز في جسم من الصوديوم. فعشان ما يصير فيه توكسيسيتي في الليثيوم، مبدئيا الصوديوم بيسحب حاله وبيطلع. اوكي، لكن بنعرف انه الصوديوم لما بيطلع بيسحب معه سوائل ووتر، صح؟
فرح يصير عندنا بوليوريا، بعد هيك رح يصير عندنا ديهايدريشن، وبالتالي تركيز الليثيوم رح يزيد، يعني باي ديفولت رح يزيد ورح يدخلنا في حالة توكسيسيتي. كمان مرة ملخص، ليثيوم زيادته في الجسم بتؤدي لديهايدريشن، هايبوناتريميا وتوكسيسيتي. طيب شو هي الثيرابيوتيك رينج؟ لاحظوا انه جدا نارو، ففي الاكيوت ماني اول ما بدخل عندي المريض مسموح لنا نعطيه 1-1.5 ملي اكويفالنت بير لتر. بعد ما تستقر حاله المريض بننزل هاي الدوز، بنمشي على دوز بسموها المينتنس دوز اللي هي 0.6 ل 1.2. اني دوزز هاير ذان ذس ممكن تؤدي للتوكسيسيتي. هاي نقطة. النقطة الثانية، الليثيوم بصير له اكسكريشن عن طريق الكيدنيز، فإحنا بدنا نشوف الكيدني فانكشن تيست كيف وضعها. ممكن هذا الشخص عنده مشاكل في الكيدني اوريدي يعني، فما في تصريف أو ما في اكسكريشن للليثيوم، فممكن يزيد كمان من الريسك فور توكسيسيتي. طيب شو اللي بدلنا أنه الشخص دخل في حالة توكسيسيتي؟ بصير يشكي من بلورد فيجن، التاكسيا، تيناتس، persistent nausea and vomiting and severe diarrhea. المفروض لما تظهر هاي السيمتومز مباشرة نوقف الليثيوم. طيب عشان ما يدخل في حالة toxicity قلنا ensure that the client consumes adequate amount of sodium and fluid، لأنه قلنا هذا الشخص عرضة أنه يصير عنده hyponatremia and dehydration. بالنسبة للليثيوم، take the medication regularly. Do not skimp on dietary sodium. Skimp يعني إنك تحذفه من أكلك. بالعكس، الشخص اللي بأخذ ليثيوم بنقول له يعني كل براحتك، ما تخفف من كميات الصوديوم، ما تخفف من كميات الصوديوم. تمام؟ drink 6-8 glasses of water، لأنه قلنا هو عرضة للديهايدريشن. Have serum lithium level checked every 1 to 2 months or as advised by physician. عشان إذا حسينا إنه الدوز أو سوري التركيز عالي في البلد نبلش نخفف شوي من الدوز. بالنسبة للأنتي سايكوتيك ما بدي أشرح عنها لأنه مفروض يعني حكينا عنها أكثر من مرة. نشوف هذا السؤال، بقولنا a client who is prescribed lithium carbonate is being discharged from inpatient care, which medication information should the nurse teach the client? شو لازم نعلم المريض اللي ماشي على الليثيوم؟ طيب يا جماعة خليني امشي بالخطوات او بالخيارات. بقولنا do not skimp on dietary sodium intake، طبعا صحيحة لانه احنا قلنا ما بدنا نقلل من الصوديوم، لانه قللت من الصوديوم او شيء هو بده يصير في هايبوناتريميا وبتزيد من الليثيوم توكسيسيتي. have serum lithium level checked every 6 months، لا احنا قلنا every 1 to 2 months، والان الكتب الجديدة حتى بتقول لك every 2 weeks. limit fluid intake to 1000 ملي، غلط، لانه احنا قلنا بالعكس لازم يزيد، يعني لازم اقل شيء ياخذ له 2000 ملي. adjust the dose if you feel out of control، طبعا مش على خاطره، لا بناء على البلد تيست ونشوف الليثيوم ليفل. اوكي طيب اي سؤال عن المانيا البايبولر بشكل عام؟ دكتورة يعطيك الف عافيه، انا مش بس مش محضرت اليوم هو سؤالي الصراحه.